وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه ضرورة عند الله أو ما هي بضرورة؟ إذا كانت ضرورة في دين الله وكانت ضرورة في كلام الله، فما علاقتنا بمجموعة من البدو الجاهليين الذين أنكروها؟ ما علاقتنا بهم؟ عودوا إلى ماضيهم في قريش حينما كانوا في مكة. المأبون منهم وابن العواهر ابن العاهرات، هذا هو تأريخهم، تأريخهم ما بين مأبون وابن عاهرة وقواد كان يعمل في الجاهلية. صحيح أن الإسلام يجب ما قبله ونحن نعتقد بهذا، بس شو نسوي لهم؟ أبو عادة ما يبطل عادته، ذولا بيهم سولة، سولة بالتعبير الشعبي العراقي يعني عادة مستديمة. أبو سولة ما يبطل سولته، شو نسوي لهم؟